الله يعافيك يا شخصيه جدا جميله حبيبي حياكم الله الله يحفظك خليك بسالك كم سؤال وجاوب لنا يعني نبي اجابه سريعه ومبسطه ان شاء الله تامر امر ابي متى دشت فكره نادي بورش والله فكره نادي بورش جتني وانا ادرس في بريطانيا شفت في طبعا كنت عضو في نادي بورش في بريطانيا وشفت مميزات النادي هذه يعني وايش كثر الناس والاعضاء قاعدين يستفيدون اليوم بورش لما تشتريها انت تشتري سياره توديك من نقطه الف الى ياء طبعا كنا نحب سياره او ربعنا كلهم يحبون سياره وكانوا يستمتعون بانك انت تملك سياره بورش لكن في اشياء وايد تستفيد منها وتستمتع فيها لما تكون انت عضو في النادي وتكون جزء من الكوميونتي جزء من مجتمع مالكين سيارات بورش طبعا هذا يعني شنو يعني تلتقي بناس تحب يعني انت وياهم تحبون نفس الاشياء ف اكسشينج او على قولتهم اكسبيرينس بينك وبينهم تتعرف على ناس جدد وطبعا الخصومات ما خصومات والعروض اللي تقدمها يعني ارقى الشركات في مجال السيارات بس اهم شيء هو الاكسشينج اللي يصير ما بين الاعضاء من الاكسبيرينسز والخبرات وهذا اهم شيء بالنادي. طيب ايش معنى نقيت بورش يعني عشان سنه هي مميزه وغالي ولا شنو المشكله؟ والله انا ما نقيت بورش كل هي نقيتني ف وانا صغير عمي مع ربعه كانوا هم جروب كلهم كذي بورشات فيمكن ما ادري عجبني الجو ولما في خلال فتره دراستي في بريطانيا شفت يعني شفت هذا الكوميونتي الجميل واللي مو من الحين تخيل من ألف يعني بورش تأسست في 1948 في 1952 تأسس أول نادي يعني عقب 4 سنين بس من ذاك الوقت لليوم بورش عندها هالفيجن عندها هال يعني هالرؤية حق النادي وإيش كثر هي مهتمة بالأندية صراحة تفاجأت إيش كثر بورش مهتمة في العملاء عن طريق الأندية ومهتمة أكثر بأعضاء الأندية لأن العضو هذا اللي دش النادي ما دش النادي لأنه هو بس عنده بورش بس لأنه هو يحب البراند وايد ومهتم فيها وايد وخلنا نقول شغوف فيها وايد عشان كذي يهتم فيها ومثل ما هو قاعد يهتم بورش حابة ترد هذا الاهتمام باهتمام أكبر وتعطيه ادفانتجز وايد كونه أنه هو عضو في أحد أندية بورش رسمية بس عندي نقطة لما تقول بورش أنت تقصد شركة بورش العالمية ولا الكويت بس لا لا أنا بس أنا قاطع هي بورش ولا بورشة كيف هو بورش ولا بورشة عادي لا هي عادي هي بس لا يعني تنطق النطق الصحيح لها هو بورشة لكن إحنا متعودين بورش وحتى الأمريكان يقولون أبورش ما يقولون أبورشة فيعني صاير هذا الديبيت بورشة ولا بورش بس ما يفرق النقطة اللي تكاهل لنا هل الدعم اللي قصدتها تو كذا من الدول الأوروبية يعني ولا بس بالكويت؟ شوف هي منظومة جميلة للأمانة هي عبارة عن دعم يجي من الشركة الأم إلى المكتب الإقليمي في دبي إلى الوكيل المحلي الاهتمام في الأندية جاي من الشركة الأم وهذا الحلو اليوم الدعم اللي قاعد يجي حق الأندية بناء على دعم من الشركة الأم شلون؟ ليش لما انا اقول انا ران نادي رسمي شنو يعني؟ يعني انا مسجل في المصنع، انت الحين لما تدش حتى الويب سايت مال بورش تدش www.porsche.com بعد تدش لايف ستايل تدش بورشه دي تكتب سيرش بورشه كلوب كويت طالع لك زكريا دشتي رئيس النادي هذا رقم تليفونه كلمه ايش تبي؟ فاليوم مسجل الموضوع هناك الدعم كل الفعاليات هذه قاعد تشوفها اللي قاعد نسويها كلها قاعد تنحط اصلا قاعد تنعرض على الويب سايت الرسميه مال بورش porsche.clubnews.com بتشوف فعالياتنا كلهم هنا وبطبيعة الحال أيضا الاعتراف جاي أيضا من مركز بورش الإقليمي اللي في دبي وأيضا كل نادي مرتبط مع واحد من مراكز بورش طبعا إحنا الحمد لله إحنا فخورين إن إحنا مرتبطين مع مركز بورش الكويت شركة باباني للسيارات اللي اليوم قدمت دعم كبير لنا من أول يوم إلى اليوم من تأسس النادي ب 2003 إلى اليوم إحنا كل هذه الفعاليات اللي قاعد تشوفها جزء كبير منها دعم كبير منهم هم مو مقصرين ابد ويانا. زين انا مثلا الحين عندي بنرجع حق موضوعنا اول شيء، انا عندي سياره ابي ادش بالتيم معاكم، شنو الاجراءات اللي لازم اسويها؟ اول شيء صوره الدفتر زين وبعدين في اشتراك رمزي احنا ناخذ 50 دينار بالسنه
بالسنة. بالسنة خمس سنين فيها. ولا شيء. إيه. إحنا نبي يكون كذي عشان ما يكون أصلاً حمل على ولا أحد. وعلشان نكسب أكيد الكل يكون معانا. بعدها تبدي تجيلك الفعاليات عندنا الرزنامة مالتنا ونتكلم فيها شنو الفعاليات اللي قاعدة تصير. تقريبا بالشهر احنا قاعد نسوي من فعالية الى اكثر فعاليتين غير. بس الحلو ان الحين في فترة الثلاث سنين اللي طافت بعد كورونا قاعد يصير في عندنا تواصل دايركت مع يعني مع الاخوان في الخليج مع مكتب دبي بالشرق الاوسط لان بورش تغيرت يعني توجهها تغير. من بعد كورونا الناس وخرت عن التواصل الاجتماعي وغيره لكن بورش حبوا الحين يردون هذا الموضوع. فبورش بالفتره هذه كلها مركزه على الفعاليات الجماهيريه سواء في المانيا ولا في مكتب الشرق الاوسط او في الكويت او يعني في مناطق اللي فيها الانديه. علشان كذي في دائما فعاليات انترناشونال دولية تسويها بورش بألمانيا وأوروبا ونحن الحمد لله من حضورها على طول. وأيضا في عندنا مهرجان اسمه أيقونات بورشة أيكونز بورشة يصير في دبي وهذا من أجمل الفعاليات. بورش لازم يتي هالسنة لازم يتي هالسنة ويانا إن شاء الله. هالسنة راح يكون من 23 ل 24 نوفمبر شهر 11 طبعا هالسنة 2024. واحنا الحمد لله يعني انا كزكريا وشباب اخوان ربعي اللي بالنادي احنا مستشارين حق البطوله حق المهرجان هذا من بدايته لانه يمكن احنا بحكم ان احنا اكتف وكذي فاحنا دائما معاهم قاعد نعطي افكار قاعدين ياخذون بالافكار. يعني احنا ممكن السنه اللي طافت ما شاء الله تبارك الرحمن كنا اكثر من 70 سياره غير السيارات الشخصيه اللي راحت يمكن اكبر جروب اصلا طالع رايح هناك رايح ايكونز يعني بايسن ان شاء الله مشاركين ان شاء الله. وطبعا عندنا المهرجان اللي يصير في الحلبة الكويت للرياضات المحركات من اجمل مهرجانات بورش. السنه اللي طافت سوينا كنا اكبر عدد سيارات مشي على الحلبة ايفر من بدايه تشغيلها لليوم فالحمد لله. الاعضاء اللي عندك رسميين يعتبرون طبعا هم اليوم احنا عائله بورش بالكويت. هذا شيء وايد حلو طبعا. بس اغلب الناس يعني اللي حاجتهم يعني يقول لك والله جروب بورش شايفين نفسهم. لا اي والله اكثر ناس والله مثلا تجمع بورش لا انا شايفين نفسهم لا اكثر شفت انسان ان شاء الله محترم والاعضاء كلهم محترمين. لا والنعم في الكل بالعكس احنا نرحب اي احد يبي ويانا. اصلا حتى عندنا احنا فعاليه يعني تخيل شوف شلون بورش شلون ذكيه في كوفيد في ايام الكوفيد بورش كانت تنزل حتى البوستات كانت يعني تبي توري ان احنا كلنا مع بعض وشي كانت تنزل حتى بوستات عن اللامبورغيني عن الفراري. وعندنا احنا ان شاء الله ترتيب مع ما شاء الله نادي في جروب لامبورغيني بالكويت جدا مرتبين فراري سوينا معاهم فعاليه ان شاء الله نسوي فعاليه كبيره تجمع كل الجروبات ان شاء الله. ايش معنى قلت فراري ايش معنى بورش ليش بورش؟ والله يعني قلت لك الظروف صارت مع بورش. أنا أحب الترتيب، أنا ريال مهندس. يعني ممكن تغير باتر. إيه ليش؟ ممكن تروح حراري. يمكن بس مو ما أعتقد يعني. نيسان مستحيل. عقب أقول كلهم لهم علاقة في بورش. يعني نيسان جي تي آر اليوم تم تطويرها على البورش 959. صدق؟ طبعًا نيسان الجي تي آر الآخر واحدة. لما يو يطورون السيارة كان في عندهم يو خذوا سيارة بورش 959 لأن هذه السيارة يعني. فل تكنولوجي ليه اليوم يستخدمون تكنولوجي وعليها طوروا ال R34 اعتقد يسمونه R34 تطورت على بورش فيعني بورش موجوده يعني كل مكان بورش. هذا ابي كلمه توجهها حق الاعضاء اللي عندك خلال السنين الجايه وين راح تشوفون نفسك بعد في وايد ببالنا اشياء نبي نسويها ان شاء الله وقادرين نسوي اشياء اكثر. اهم شيء احنا الحمد لله والشباب كلهم اللي معانا ناس واعين ناس طبعا احنا عندنا نمبر 1 احترام القانون واحترام قواعد الـ يعني المرور والسلامه والسيفتي علشان هم وعلشان الكل اللي وياهم. اليوم ما تشوف احد من اعضاء النادي قاعد يدوس بالشارع ولا قومات برا بالستريتس ولا غيره كلهم قاعد تشوفهم في الحلبة. صحيح. وهذا التوجه الصح وبورش قاعد تدعم هالموضوع.
يعني من خلال القطع، من خلال الابجريد. اليوم تخيل تقدر تسوي ابجريد حق البورش بدون ما تضيع الكفاله، من يسوي لك كذي؟ اكيد ما يسوي. زين في عروض حق الاهل البورش يعني طبعا بالوكاله؟ طبعا بالوكاله يعني. لا وين؟ لا احسن بعد احسن؟ ايوه والله اشاري اللي باقي يا عليك. لا الوكاله ماله مو مقصري، الوكاله تعمل خاصه يعني من اكثر الوكالات عالميا صراحه الامانه. اليوم احنا عندنا خصم خاص قيمه 15%، عندنا تبي تروح الحلبة يسوي لك تشيك حق سيارتك ببلاش، وعقب ما ترد من الحلبة يسوي لك تشيك حق سيارتك ببلاش. فبري تراك تشيك وبوست تراك تشيك مرتين بالسنه، مو مره، مرتين بالسنه يعني. فانت اليوم وايد يعني كل هالامور ريكولز اذا في. اليوم الاسبوع الجاي معزومين بالوكاله هم بعد حق الفعاليات الخاصه، نبارك لهم صاروا يعني مركز رسمي حق بورشة موتور سبورت. اسف ان شاء الله بروح موتور سبورت صاروا حق بورشة كلاسيك. فيعني كل هذه الامور احنا قاعد نتعاون معهم وايد، هم امانه مو كلش مو قاعدين يقصرون معانا. وعلى فكره يعني الوكاله قاعد تعطي هي عضويه مجانيه حق اي واحد يشتري سياره، اي واحد يشتري سياره بورش جديده او مستعمله من الوكاله هي تدفع عنا اول سنه عضويه مجانيه، فيستفيد منها ويشوف النادي اذا عجبه يقدر يجدد معانا، اذا ما عجبه. بس انتم ما تستقبلون الا اتوقع السيارات الحديثه يعني، ما يستقبل بورش قديم وياكم. شلون الكلاسيك يعتبرون 84 بس يعني بالعكس السياره هذه اقدر اشارك فيها بالحلبه؟ طبعا اي احنا عندنا فيها حق الكلاسيك، عندنا فيها حق الخوات البنات، ترى ثلث النادي بنات. انا جاي بالنقطه هذه اللي ما شاء الله احنا الحمد لله ونفخر دائما احنا خواتنا ويانا على طول بالفعالية. عندنا الحمد لله من أكبر الجمهور البورش، وعلى فكرة أول زبون حق بورش كانت أول زبون حق بورش كان ليدي، كانت بنية. ما شاء الله. ففي فعاليات بس بنات يعني تشوفها فعاليات نسائية فقط، خواتنا هم اللي قاعدين يديرونها. في عندنا فعاليات وهذا إن شاء الله من تفتح الحلبة راح تشوفنا نسوي هذه دائما الفعاليات. الخبرة الشباب اللي عندهم خبرة يتسوي وياهم مثل يعني خلينا نقول ورشه حق اللي يبديش الحلبه اول مره، وهذا واجب علينا يعني مثل تيست عليك نور، مثل تيست. انت جاي اول مره تبديش الحلبه، شنو احتاج، شنو نوع الخوذه لازم اشتريها، شنو هذا. فنحجز الحلبه بس ما تكون حق سباق وشي، لا تكون حق بس انت تبي تجرب اول مره. شباب وياك عندنا احنا اخوانا، احنا نفخر بعد احمد شاب يعني بطل الكويت ما شاء الله، ما شاء الله نادي وجهنا تحيه. واكيد واخوان كلهم شباب الباجي كلهم ما يقصرون ابد ويا. لا وتشوف والله العظيم انت يعني انا اشوفك من بعيد يعني شوف شلون التعاون اللي يصير، الدعم، واحد يشيل انا قلب هذا احلى تيم شيء. تيم الله ان شاء الله يغير علينا، وهذا احلى شيء، احلى شيء بالموضوع. والله انا استمتعت بالحديث معك، ودي انه يطول بس تعرف الناس بتحرك كذي. ابي كلمه توجهها حق الشباب اللي موجودين الحين، ودك توصلهم رساله. شوف انا في فتره كنت مدير تنفيذي متحف السيارات التاريخيه، متحف السيارات التاريخيه والقديمه والتقليديه، واتشرف بهالتجربه للامانه. كنت متطوع من 4 سنين انا مع اخواني طبعا اللي كانوا وياي في المتحف. خلال المتحف احنا دعمنا موضوع الجروبات، اي واحد حاب انه هو يكون عنده سياره انا انصحه يعني ينضم حق الجروب. اذا في جروب سيارات ان شاء الله نوادي وايد اكتف بالكويت، نادي كورفت ما شاء الله بدعين، كان في نادي لامبورغيني قلت لك ما شاء الله بدعين، نادي فراري وايد جي تي ار صار ما شاء الله، جي تي ار كان في نيسان، كان في انديه وايد. خلال وجودي بالمتحف دعمت وايد هذه المجموعات، لان انا شفت ايش كثر ان هم يترتبون يضبطون امورهم ويعتبرون روحهم مبار كان وايد قوي. فكل هذه الانديه وما شاء الله الوكالات قاعدين يدعمون مو مقصرين. حلو ليش حلو؟ لان راح تتعلم وايد، راح تشوف ناس خبره، راح تتعلم منهم. فكل هذه الامور نادي كادلك اكيد تحيه كبيره، ما يقصروا ما شاء الله مرتبين. فكل هذيل الانديه قاعدين يقدمون هالشيء، وجودك في نادي يعطيك فرصه انك تتبادل المعلومه، والمعلومه اليوم هي اهم شيء، اهم شيء تقدر تستفيده هي المعلومه. فانصح الكل يستفيد من هالموضوع ان شاء الله. ما شاء الله انا شفنا نادي بورش من نجاح لنجاح، مو واقف في بعض النوادي موجوده ونشوفهم وقفر ينطر من موسم لموسم، بس ما شاء الله انتم
شهر 8 سويت بطوله اللي الكارتينج اتوقع. صح سوينا اكاديميه. اكاديميه سوينا اكاديميه مع طبعا مستمرين. انا اسمع من الاعضاء ترى كل هذه الافكار مو شخص واحد. ماكو شيء اسمه شخص سوبرمان مو موجود. ماكو شيء يصير من شخص واحد. ترى ايش يعني اذا تبي ايش اقول لك يعني اليوم الحل ان احنا نسوي فريق بس فريق متخصص فريق من مبدعين. تدري وين راح توصل؟ راح توصل السماء. فهذا اليوم اعتقد السر في نجاح النادي ان اليوم انا معاي شباب انا اعتمد عليهم شباب فعلا حابين الموضوع قاعدين يشتغلون من قلب مو ناطرين اي نوع من انواع المردود من هذا الموضوع قاعدين يسوونه بيور فن بيور باشن فور بوشن يعني يسوون من حب النادي. اليوم ناس قاعده تخلص دوامات ومعاي ناس كلهم اكزيكتيف ومدراء اليوم قاعدين يخلصون قاعدين يجون هني يشيلون توائر يحركون سيارات شنو التعاون هذا طبعا ما يمانعون يسوي اي شغل. اليوم هذه لما نوصل لهالروح هذه تنجح وايد. فالحمد لله وان شاء الله مستمرين. اكيد اي احد حاب ينضم لنا مرحبين بهالشيء. عندك فكره حاب تنضم ويانا وتطبقها من خلال قوانين النادي بالعكس تحت امرك حياك الله نرحب في الكل. وما شاء الله عندنا فريق من اجمل فرق التصوير بالكويت. ناس متخصصة ما شاء الله مبدعين شباب مصورين والإعلاميين اللي مقصرين ويانا يعطيهم العافية. عندي بس مداخلة بسيطة على سالفة المصورين. هل المصورين عندك يعني لازم إذا أنا بصير مصور نادي برش هل لازم إني أسجل تأخذ سي في مالي أو تشوف شنو الهستري مالي ولا ما يحتاج هذا الكلام؟ والله شوف إحنا بالنهاية والله أمانة يعني ما ندقق وايد بالعكس إحنا بنرحب. إحنا قد شفنا مصورين تطوروا بالنادي يعني ومثل ما شباب الريسينج وشباب الحلبات قاعدين يطورون ربعهم نفس الطريقه المصورين المحترفين قاعدين يطورون ربعهم. احنا هالسنه مسوي شيء جديد وهذا حصري بس حقك. الله يعني انا بحضر اليوم راح نسوي ان شاء الله دورات تصوير من خلال النادي. شباب المصورين المحترفين راح يقدمون دورات حق الشباب الجدد اللي توهم قاعدين يتعلمون تصوير من خلال النادي. دور النادي نادي بورش فكره جميله برعايه نادي بورش. انا استمتعت صراحه وياك حبيبي وراح اوجه لك انت الختمه عندك حبيبي. مشكور وايد ما قصرت يعطيكم العافيه على كل اللي قاعدين تسوونه انت وربعك واخوانك الاعلاميين وانا منكم وفيكم ترى زميل. فصدقني اليوم الاعلام والدور الكبير اللي انتم قاعد تقومون فيه وقاعدين تنقلون هذه صوره الفعاليات اللي قاعده تصير سواء بالنادي او اي نادي ثاني. اليوم ايه هي الشانل اللي قاعده وايه هي الاستثمار. اليوم انا وانا اسوي فعاليه وايد حلوه ترى ما حد راح يدري عنها اذا ما انت تجي تصورها ورفيجك يصورها فوتو وهذا يصورها فيديو وهذا يغطيها وهذا ينزلها عنده بالحساب وهذا يسوي ريبوست. هذا الانتشار. اليوم المتابعين انت يعني على موضوع المتابعين اليوم متابعين غير عن المتابعين. فيمكن انا عندي 100,000 بس انت عندك 1,000 ما يعرفون عني انا كيف ما يعرفون بالضبط. فهذا هو بالعكس واحنا على طول قاعد نفتح تعاون وكولابريشنز وغيره مع كل شباب. صحيح هذا الشيء انا شفته للامانه وانا حاب اشكرك على وقتك الجميل اللي اعطيتني. حبيبي لا عفا عليك وان شاء الله هذه ما تكون اخر لقاء بيني وبينك ان شاء الله في ايات وايد. اكيد ان شاء الله نبيك ويانا بالفعاليات الكبيره كلها. شكرا وما تقصر جزاك الله خير حبيبي. شكرا.